السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيديو النهاردة هيبقى إن أنا هشارككم وأنا بفتح الحصالة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين جواها فكة كتير وجواها فلوس، يعني كنت مجمداها. كل ما كنت بجمع مبلغ كنت بجمده وبحطه في الحصاله بتاعتي. بس حابه اديكم نصيحه كده في الاول، لو انتوا يعني عشان انا الفيديو ده فيه رساله عايزه اوصلها لكم، هتفهموها دلوقتي وهوصلها لكم. بس اهم حاجه تكملوا الفيديو للاخر. لو انت واحده من الناس اللي ما بتمسكيش نفسك لما بتيجي تحوشي وبتاخدي الفلوس وانتي بتحوشيها، فلازم تجيبي حصاله. انا استخدمت العلبه دي اللي هي موجوده في المطبخ عند اي حد، عشان ما كانتش متوفر معايا حصاله. وانا عارفه ان انا من النوع اللي مش بحتاج ان انا يعني مش بحتاج ان انا اجيب حصاله مخصوص. انا لما بمسك نفسي بمسك نفسي، وخصوصا ان انا كنت بحط هنا المبالغ اللي بتترمي. يعني بمعنى اصح ايه، انا جيت من مشوار من بره معايا فكه جنيهات، معايا فكه ورق، معايا فك عموما، او راجع من مشوار او كان عندي مشوار ولغيته، اروح حاطه الفلوس دي هنا. بعتبر نفسي ان رحت المشوار، او بعتبر نفسي ان انا ما بقتش فلوس من معايا اصلا. فده بالنسبه لي الباسكت اللي كنت برمي فيه كل البواقي بتاعتي، بقالي شهرين بس بجمع فيهم، شهرين وانا بنزل يوميا. طبعا لو انت مش بتنزلي يوميا او مش من النوع اللي بيبقى معاه فلوس كتير، فبالتالي هقولك في الفيديو بتاع النهارده تعملي ايه. فيلا بينا نفتحه وهنعد فيه. انا طبعا ما اعرفش اي يعني ما اعرفش ومش متوقعه جواه قد ايه. انا بقالي شهرين بجمع فيه. شايفين المبلغ؟ يعني عايزه اقول لكم انا بجد متحمسه جدا، رغم ان انا يعني موضوع بالنسبه لي عادي ان انا يبقى معايا فلوس. بس هي الفكره في ايه؟ الفكره ان دي الفلوس اللي دايما بتبقى معانا واحنا مش بناخد بالنا منها او بنصرفها تاني يوم. فالاحسن انك تخبيها كده وتحفظيها في بوكس، ولما تكوني عايزه تجيبي حاجه تجيبيها. عايزه بقى تجيبي لابتوب، عايزه تجيبي موبايل، على حسب المبلغ اللي انت حوشتيه وعلى حسب المده. لو قعدتي مثلا شهر غير شهرين غير 3 شهور غير سنة غير 5 شهور، فطبعا على حسب المبلغ اللي هتجمعيه. بس الفكرة دي حلوة قوي، لان هي بتخليكي تحوشي وتعرفي تجيبي الحاجة اللي انت عايزها. لو عندك مثلا مناسبة وحابة ان انت تشتري حاجات كتير، عايزة تجيبي هدوم، عروسة وبتجهزي نفسك محتاجة تحوشي، زي ما تكوني بتعملي جمعية مع نفسك كده، بس مش محتاجة اي حد معاكي. فيلا بينا نعد الفلوس دي. وعايزة اقول لكم كمان حاجة، لو انت مثلا عايزه تشتري لابتوب او عايزه تشتري جهاز لنفسك، فممكن تحوشي كل 3 شهور وتعدي وتشوفي انت محتاجه كام، تبداي تحوشي تاني. اهم حاجه انك ما تحاوليش، يعني احنا اصلا على مدار الشهر بنطلب اكل من بره، بنخرج على الاقل 3-4 خروجات، بنصرف كتير. فالمبالغ دي لو حوشناها شهر شهرين هنلاقي معانا بوكس زي ده. فيلا بينا نبدا نعد المبلغ اللي معانا. حاجه بس حابه اقولها لكم، الفلوس اللي هنا فيها خمسات وعشرات وفكات وحاجات من دي، لان انا مش على طول كان بيبقى معايا فكه. اوقات زي ما قلت لكم كنت ببقى خارجه وبكنسل الخروجه دي، فبالتالي بحط المبلغ زي ما هو بقى، اذا كان 100 200 150 250، او مثلا كنت نازله عشان اشتري حاجه معينه والحاجه دي ما لقيتهاش، فبقول ايه يبقى خلاص انا كده هحوشها. فيلا بينا، اول حاجه هنقسم على حسب انا مش هعدها دلوقتي، هنعدها وهنعرف كل حاجه في اخر الفيديو. دلوقتي هنقسم الفلوس، هنحط الميات مع بعض والمئات مع بعض والخمسينات مع بعض والعشرات والخمسات والحاجات دي كلها. فانا بجد بجد اشجعكم قوي ان انتوا تعملوا الموضوع ده. مش هتحسوا، والله العظيم ما هتحسوا بالوقت. اعتبروا ان انتوا اصلا الفلوس دي مش معاكوا، اعتبروا ان هي مركونه، خبيها في حته. وزي ما قلت كده بالظبط، لو انت مش من النوع اللي بيعرف يمسك نفسه فهاتي حصاله احسن. دي 520 طبعا كده شكلها الميات خلصت، يعني انتوا ممكن تشوفوها مليانه بس هي برضو مليانه فكه. في لا ميات اهي. انا من النوع كنت بفتح العلبه كل يوم وما كانش بيجيلي شغف ان انا بصراحه اصرفها، لان زي ما بقول لكم كنت بعتبرها الباسكت بتاعي. انت لو بترمي حاجه في الباسكت بتشيليها تاني؟ لا ما بتشيليهاش. فانت حطي يعني حطي المبدا ده في دماغك، انك رميتي الفلوس دي في الباسكت ومش هترجع لك تاني. فاقعدي ارمي فيها ارمي فيها ارمي فيها، وتعالي بعد شهر شهرين 3 شهور على حسب. لو انت مثلا في الشهر ما بتصرفيش كتير فخليها بدل شهرين 4 شهور. فاهمين قصدي؟
كده جمعنا المتينات، نجمع الخمسينات. لا دي مش 50. عايزاكم تتوقعوا في الكومنتس انا هكون حوشت كام في شهرين، وعايزاكم تكتبوا لي انتوا تتوقعوا هتكونوا حوشتوا كام برضو في المده دي. ولسه بصوا هوريكم الجنيهات اللي تحت، الجنيهات دي اكتر حاجه بتبقى معايا في الشنطه بصراحه. كده جمعت الخمسينات، ودي العشرينات. العشرينات مش كتير، في 50 هنا وفي 20 هنا. بصراحه يا جماعه انا بشجعكم قوي قوي بجد والله على الفكره دي، هتعجبكم قوي وجربوها وبجد هتشكروني، لان انتوا هتكتشفوا يعني الموضوع ده بيخليكي تكتشفي انت بتصرفي كام في الشهر. انت ممكن ما تحسيش وتقولي ايه المبلغ الكبير ده انا هجيبه منين، لكن لو جيتي حسبتي ثلاث خروجات ليكي مع صحابك، اكل وشرب، حاجات بتطلبيها، حاجات بتشتريها من الكشك اللي تحت بيتكم، الكروت الفكه اللي بتجيبيها، لو قعدتي تحسبي الحاجات دي هتلاقيكي دخلتي اقل حاجه على 1000 2000 جنيه. فاهو حطيت الخمسات على بعض، وهحط العشرات من تحت بقى لان هما مش كتار يعني. تفتكروا بقى هعد الاول الفكه ولا الصحيح؟ طبعا زي ما انتم شايفين كده الصحيح اهو، دي عشرينات ودي خمسينات ودي ميات ودي متينات ودي خمسات وعشرات. ف هنعد دلوقتي الفكه دي سوا. شايفين الفكه دي؟ اتحدى ان اي بنت ما تكونش شنطتها جواها على الاقل 10 جنيه فكه، من مواصلات بقى، من مترو، من كنتي بتجيبي حاجات ب50 مثلا وتبقى فكه. فكل الحاجات دي هتفرق معاكي، هتفرق معاكي لما تيجي تتجمد. يلا بينا هنحط خمسات. خمسات كده 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. طبعا بعد معاناة طويلة في ان انا ارتب الفلوس بالمنظر ده وعملت الفكة كلها، فتعالوا بينا. يلا انا فتحت الالة حاسبة هنا علشان الموضوع يبقى اسرع واسهل، تمام؟ فيلا بينا نعد. اول حاجة انا عملت كل طبقة من دول، فدول 5. لو لقيتوا حاجات اطول فاعرفوا ان في نصاص او رباعات او كده، فدي 5 و5، 10 20 25 30 35 40 45 50 60 65 70 75 80 85 90 95 115. تخيلوا الفكات دي عملت 115، يعني لو جمعتي الفكة اللي عندك هتعرفي تجيبي اضعاف اللي عندي. فكده كتبنا 115، تمام؟ نبدأ بالفكات دي. 10 20 30 40 50، هنكتب زائد 50، تمام؟ احنا هنحسب المبلغ في الآخر. 20 30 40 50 60 70 80، يبقى زائد 80. 100 200 و50 زائد 250. احسب بقى الميات دي، يعتبر هي اكتر حاجة. 100 200 100 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300. يبقى هنكتب زائد 1300. انا عايزه اقول لكم لسه والله العظيم ما بصيت على المبلغ لحد دلوقتي. ادي 200 400 600 800 1000 زائد 1000. بصوا المبلغ طلع كام. المبلغ طلع 2795، يعني 2800. في شهرين جمعت 2800. يقدر يجيب موبايل ويقدر يجيب لابتوب ويقدر يجيب حاجات كتير قوي بمجرد بواقي فلوس كنا ركننها
او كنا بناخدها بدل ما نضيعها في حاجات تافهه، لان الفكات كلنا بنضيعها في حاجات تافهه، والمتنات والميات دول كانوا بيبقوا فكه وانا بجمدهم قبل ما احطهم في البوكس بتاعي عشان كان صغير. ده قرش ملناش دعوه بيه. فاللي حابه اقوله لكم من الفيديو بتاع النهارده والنصيحه بتاعت النهارده ان احنا نستثمر الفلوس اللي عندنا في ان احنا نحوشها ونجيب بيها حاجه كويسه بدل ما نصرفها على حاجات تافهه. ولو فكره الفيديو دي عجبتكم وحابين ان انا اعمل لكم افكار من دي تاني فاكتبولي في الكومنتس، وبحبكم قوي قوي قوي.